الدولة العباسية ثالث خلافة إسلامية في التاريخ وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية. الدولة العباسية أو الخلافة العباسية أو دولة بني العباس هو الاسم الذي يطلق على ثالث خلافة إسلامية في التاريخ وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية. استطاع العباسيون أن يزيحوا بني أمية من الخلافة، وقد قضوا على تلك السلالة الحاكمة وطاردوا أبناءها حتى قضوا على أغلبهم، ولم ينجح منهم إلا من لجأ إلى الأندلس، وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن معاوية، فاستولى على شبه الجزيرة الأيبيرية وبقيت في حكمه لسنة 1029. الدولة العباسية.